بعد نحن وقفتنا هون قدام قصر العدل بس لحتى نذكر القضاة انه نحن عنا اولاد ميتة. مش جايين نستفز القاضي الحجاب بالشخص ابدا، جايين مطرح القرار على قصر العدل نقول نحن ملفنا معلق اللي هو بخص كل اللبنانيه، حلوه. كيف بتحلوه؟ اصطفوا فرجينا فعل القانوني، ضرب ايدك على الطاوله، هالملف بعهدتك انت هلا نائب عام، لو بالنيابه بس انت هلا نائب العام، كل المسؤوليه هلا عليك. نحن كأهل ضحايا كل حديث الامات انه عندنا امل بالقاضي الحجار ان شاء الله يعمل شيء، بس هلا صراحه مش شايفين نتيجه. عم ننجبر ننزل نوقف هون ولا ادوليب نكسر تعهدات اللي عملناها ورح نضل نكسرها طالما النتيجه مش موجوده. نحن هلا كل شيء واقف، القاضي جمال حجار عم نطلب منه انه في قرارات غير قانونيه اتخذها القاضي غسان عويدات فيها منها يقدر يتراجع عنها، بما انه ما عندها الصفه القطعيه. فنحن اليوم بهيدي الوقفه تحت شعار الضحايا ما بدهم الا العداله، والعداله واجب العدليه،